والناشئ عربي بدر، لاعب مميز جدا على فكره عربي بدر، وهيكون احد اللاعبين اللي لهم دور ومستقبل كبير في طبعا النادي الاهلي، واحد نتاج قطاع الناشئين، ولاعب مواليد 2001 وبيشارك مع اكتر فئه عمريه او اكتر من فئه عمريه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، سواء فريق 2001 فريق 2000 فريق كمان 97. لاعب مهم جدا، واشركه كمان مستر لاسارتي في بعض المباريات الوديه الاخيره وادى بشكل جيد، وبيجيد اللعب سواء كمساك او حتى كلاعب وسط ملعب، فبالتالي لاعب مميز جدا جدا، هو اللاعب عربي بدر.